اللهم
تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته Yeah.
بين يدي القيامة في
في بمن ينفن دون الحاجب سمعه يصنع صرير القلم بصره إلى سبع اتباك ثاقف قدمه قد بدم البعير فزاد مشتقاه من المحن والنوائب آمن به الطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين الله عليه يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام الواجب الله عليه إن غيره ولا يعاقب وإن خاصم عصمت ولا يجاد أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبله ولا بعده راكب فإذا ارتكع على الكونين وانفصل عن العالمين وصل إلى باب قوسين كنت له ولا النبي ما والمقادر اللهم صل وسلم وبارك سلامة الله ما هداها
امتلأت السماوات وانوارها ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله فلما اشتد بها الطلق بإغراق الخليق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا كأنه البدر في الملائكة صلى الله صلوات الله عليك.
واحشرنا ابدا في زمرته واستعمل السنتنا في مدحه ونصرته واحيا متمسكين لسنته وطاعته وامتنا لحبه وجماعته اللهم ارحمنا معه الجنه فانه لمدخلها وانزلنا معه في بزرها فانه لمنزلها وارحمنا بمشروع الخلق فترهمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنه ولا تجعلنا من الغافلين عنك لعنه مدرسنا اللهم لا تجعله مجزنا هذا اهلا لو بصرت بمائتبة الذنوب وسترت امر للمغفرة العيوب اللهم انه كان معنا في السنة الماضية اخوان منحهم القبال الوصول الى مثلها فلا تهرم بهذه الساعة وفدها اللهم اغفر لنبي ولابائنا وامهاتنا ومشيخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن اجرى هذا الخير في هذه الليله في هذه الساعه لجميع المؤمنين والمسلمين وهو منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات والظافر جنوب الخطيات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبر الفاتحه